ممكن افهم حضرتك ليه طلعت قرار نقلي؟ رؤيتي رؤيتك على عيني وراسي، انقليني اداره التعاقدات، اداره التصميم، خليني زي ما انا، اي حاجه بس اداره التنفيذ لا. انا ما اعتقدش ان من صلاحياتك تقولي انقلك فين يا باشمهندس، دي رؤيتي وهتتنفذ. وانا مش هنفذ القرار ده. ممكن اعرف السبب؟ باختصار ظروفي تمنعني ان افضل طول الشهر الف على المواقع في المحافظات. وايه ظروفك؟ والله ظروفي تخصني، وبعدين الاداره دي مع رضوان، انا اصلا رضوان اترقى وبقى نائب رئيس مجلس الاداره ومسؤول عن اداره المشروعات اللي انت كنت ماسكها. ما يهمنيش جبت مين مكاني، انا كل اللي يهمني تعدل القرار ده لو سمحتي. وانا مش هعدل القرار، انا كنت فاكره انك هتشكرني. يا ستي متشكر جدا، ممكن تعدل القرار؟ متهيألي ان انا رديت عليك، الموضوع منتهي. اوكي، عن اذن حضرتك. هو حقيقي اللي حصل ده يا باشمهندس؟ رضوان مين ده اللي نشتغل معاه؟ ده بني ادم ما بيفهمش حاجه. لا وكمان مخليها النائب بتاعها. طب على فكره بقى، هي كمان ما بتفهمش حاجه. اذا كان في اول يومين ليها وعملت العك ده كله، امال ممكن لو سمحتوا تهدوا؟ اهدوا واعملوا شغلكم. ازاي يعني يا باشمهندس بس؟ هو انت يفرق معاكم ايه مين مسك مين مشي؟ انتوا تعملوا اللي عليكم وبس. يا عفاف، حد عندها؟ مفيش حد، متقلقش يا باشمهندس، كل حاجة هتبقى كويسة إن شاء الله. غيرت رأيك؟ أكيد لازم تثق فيا يا باشمهندس، وتعرف إن أنا ليا رؤية، أهم حاجة بالنسبة لي مصلحة الشركة. وده خلاني اعمل حاجه ما جاش في بالي ابدا ان هيجي يوم اعملها. حاجه ايه؟ ايه ده؟ استقلتي. وايه لازمتها انك تبقى داخل مبتسم ولما اسالك في ايه تكذب وتقول ان انت غيرت رايك وانت اصلا مقدم استقالتك؟ تقولي ايه بقى؟ كذاب. كذاب مش كذاب، دي حاجه ترجع لك، استقالتك مقبوله. استعرفي مش مشكلة ان الواحد يبقى كذاب، مشكلة ان يبقاش واخد باله انه كذاب. وانت بقى بطلت تكذبي على نفسك وتقول ان عندك رؤية. مفيش. شكرا. عارفة لولا انك اخت صاحبي انا كنت عملت ايه؟ كفاية لحد كده يا باشمهندس، وتفضل. انا اللي اقول كفاية. الرؤية يا هيل. اللي اتأدب. يا عفاف مبروك، الباشمهندسة عندها رؤية. يا باشمهندس حسن، مش هتفطر معانا؟ يا باشمهندس حسن، هو في ايه؟ اتخانق مع الباشمهندس خناقة كبيرة قوي. ذنبي ايه انا كل ما تحصل لك مشكلة تيجي وتحلم؟ يعني امشي؟ لا لا، تمشي ايه؟ اقعد اقعد واحكي لي. طول عمري بكسر وجع بايديا وما استناش حد يطبطب عليا، بس لما تبقى كل الظروف ضدك حتى في الشغل، كنت فرحان بحاله الاستقرار اللي فيه كان نفسي كل حاجه تفضل زي ما هي. عدمة نفسك يعني؟ جند الله يرحمه كنت لما بشبط في حاجة وأقول له نفسي فيها يقول لي عدمة نفسك. أنا ما كنتش فاهم الكلمة دي لحد ما كبرت وفهمت معناها. مش كل اللي بتتمناه لازم يحصل لك. على فكرة سابانك للشغل يا حسن خير ليك، أنا معرفش إزاي
بس حتى لو رجعت للشغل لا 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 انا مش هرجع. امال هتعمل ايه؟ ولا حاجه، خليها على الله ونعم بالله. نعيما. نعم الله عليك. بس انت عندك حق، مش كل ما ابقى متضايق اجي لك اقعد اضايق فيك. نفسي ابطل العاده دي. عدمة نفسك. وانا ممكن افهم ايه اللي انت عملته امبارح مع بابي ده؟ الناس بتقول صباح الخير. ايهاب انا عملت ايه مع باباكي؟ لا ما عملتش حاجه، سبته قاعد يتكلم وما ردتش عليه ومشيت. واستأذنت قبل ما انسى؟ يا راجل كلمي كويس. انا بتكلم كويس، انت اللي بتتعامل بطريقه انا ما بقتش فاهمها. هو مين اللي مش فاهم؟ انا ولا انت؟ انا جاي لك البيت على اساس ان احنا هنحتفل بعيد ميلاد مامتك، اكتشف ان الموضوع مش عيد ميلاد بس، لا ده باباكي بيحكي لي هو قرر لنا يعمل لنا ايه في حياتنا. والمطلوب ان انا اقول له حاضر. انا ما قلتلوش غير ان انا محتاج وقت افكر. محتاج وقت تفكر في ايه؟ الراجل بيقول لك انه في خلال سنه هينقل البيزنس بتاعه كله دبي، وانه هيفتح لي انا وانت مركز تاهيل ونتجوز ونعيش معاهم. ايه اللي قاله وحش؟ كله كله. اه كله. مين اللي قال لك ان انا عايز اتجوزك ونعيش بره؟ انا عايز اقعد هنا. انت ليك مين هنا ان شاء الله؟ ليه يا بابا؟ ده على اساس ان علاقتك بيه كويسه؟ حتى لو علاقتي بيه مش كويسه انا مش عايز اسافر. وبعدين مركز ايه ده اللي عايز يفتحه لنا؟ قال لك هيشاركك احنا بالمجهود والاداره وهو بالفلوس. احنا لسه محتاجين خبره كتير قوي عشان نعمل خطوه زي دي. ايهاب ما تستهبلش، انت شاطر وتعرف تدور مركزين مش مركز واحد. بص يا سالي، انا اللي اتفقت عليه مع باباك ينفذته، اللي هو اتفق عليه معايا ينفذه. انا اتفقت ان انا هتجوزك ونعيش هنا في خلال سنتين، فما يجيش هو بقى علشان شغله والبيزنس بتاعه عايز يغير لنا حياتنا كلها عشان يطمن على بنته. يعني انت مش بتفكر، انت واخد قرار. انا اللي اقدر اعمله ان انا اتجوزك خلال سنه عشان يطمنوا عليك قبل ما يسافر، لكن سفر انا مش هسافر. لا ده هو انا اللي محتاجه افكر. تفكري في ايه؟ ايهاب انا مش عايزه اتكلم دلوقتي. بص يا ستي، احنا كلنا دخلنا الرجب وقلنا له ان البروفات لازم تكون بدري. وقال ايه بقى؟ لما عرف انك ممكن ما تكونيش موجوده غير المواعيد. يعني جبتوها فيا برضه. يا بنتي انت بطله الروايه، ازاي ما كناش نقول؟ فضحتوني طبعا. ها يعني حاجه زي كده. بص احنا قلنا له ان مامتها خايفه عشان مذاكرتها العادي يعني بتاع كل البيوت. هو مش عادي يا سن، بس ماشي يعني مشيها عادي. كبري دماغك، المهم ان المواعيد اتغيرت وخلاص. ونعم الصحاب. لا بصراحه يعني حاتم هو اللي الفضل يرجع له في الموضوع ده. شكرا يا حاتم. تشكريني على ايه بس؟ سلمى تعالي عايزك. اوكي جاي. انت عارفه يا هند ان انا ما تخيلتش المسرحيه دي من غيرك. ليه يعني حاتم؟ عشان انت شاطره و وبس. شاطره وبس، عشان انا مش هستوعب اي حاجه تانية انت ممكن تكون عايز توصلها لي. يعني انت حاسه؟ مش عايزه احس ولا عايزه ادخل اي علاقه. ممكن اعرف السبب؟ ممكن احتفظ بالسبب لنفسي. بس يعني بص، هو الموضوع عموما ملوش دعوه بيك. يعني مفيش حد تاني؟ ولا هيكون في حتوم. يلا سلام. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.